يعني المرضى بكونوا محولين من البرايمري هيلث كير سنترز بالمراكز الصحيه الاوليه، محولين على المستشفى عندهم مشكله بالسكالب، سكالب ليجن. اوكي، شو طبعا عندنا الديرماتولوجيست وملائنا بالجلديه، وعندنا احنا في الجراحه توقعاتكم لما نكون احنا بالسيرجري كلينيك. اوكي، شو ممكن نشوف؟ سكالب ليجنز محوله لنا من المراكز الصحيه. دكتور ممكن بيكون في زي بليدنج ابيديورال، عاملين زي بوينتس عشان ايفاكويشن. ايش التشخيص عزيزي؟ شو الليجن؟ زي ابيديورال بليدنج، فبيكون عاملين زي خزق وشايلين يعني في بريفيوس سيرجري قصدي. اوكي، قصدك بير هول يعني كاين عندهم ابيديورال هي غالبا اللي بتصير اللي هو السب ديورال ولا ابيديورال اللي بنعمل لها بير هول. عارف الابيديورال ليش مش بالسب ديورال؟ السب ديورال يعني تحت ال الديورا بشكل عام. احنا ابيديورال نفك البون المفروض نوصل له أعتقد. شو رأي الشباب التانيين؟ شو رأي الشباب؟ أوكي، يعني بحكي لكم ممكن يجينا بالعيادة مريض مراجعة بخصوص معمول عملية إيفاكيويشن لهيماتوما من البرين مثلا. أوكي، كلامه منطقي. ممكن هاي أحد المرضى اللي يجون على العيادة for follow up after bear hole، بسموها bear hole. بير هول اللي هو تعمل فنستريشن بالسكالب مشان تطلع الهيماتوما او البس اتسترا يعني. اوكي، بس بشكل عام انه بير هول هذا اللي هو فتحه على السريع بتنعمل بالسكالب مشان يطلع البلد. اوكي، بالسب ديورال موستلي انه فينوس بليدنج. طبعا everything is possible حتى بالسب ديورال ممكن انه بوث يعني arterial and venous، بس بالابيديورال غالبا بيكون البليدنج arterial in source وبكون rapid. اوكي، بكون اسرع الاكيوميوليشن تاع البلد. اوكي، فبيعمل ماس افكت. اوكي، فيو نيد تو ايفاكيويت ذا بلد as soon as possible. اوكي، so the progression of the disease بالإبيديورال هيماتوما أسرع منها بالسبديورال هيماتوما. كرونيك سبديورال هيماتوما ممكن تتطور بعد شهرين من الإيفنت، بعد ويكس حتى ممكن بعد شهرين من الإيفنت. وأكيد جزء سمعنا قصة لما صار حادث بالطيارة وقعت بالصحراء الليبية مع ياسر عرفات. أوكي، فصابه وصاب كرونيك هيماتوما وكانت بعد الحادثة، بعد الحادثة بشهرين يعني، حتى إنه كان في زيارة للأردن أو إجا على الأردن لهاي الغاية يعني ونعمل عملية. أوكي، فصاب ديورال إنه البليدينج سلوور ماشي والسورس mostly it's venous، بينما الإبيديورال mostly it's arterial. أوكي، والبروجريشن تبعه very rapid. أوكي، إذن هاي أول حالة قلنا ممكن يجينا scalp lesion على العيادة، حالة bear hole follow up. أوكي، أو after craniotomy. شو كمان؟ ممكن cystic سيبيشيوس. it's most common انه بيجونا مرضى سيبيشيوس سيست. اوكي، طب المادة اللي جوا السيبيشيوس سيست شو هي؟ ما بعرف، فات ممكن. شو رأي الشباب؟ حد عمركم شاف سبيشيال سيست سواء بالقسم او بالعياده؟ لا
إذا ما شفتوا عادي زي ما بحكوا لسه بالسنة الرابعة، يعني إحنا بنحكي عن الإشي اللي لغاية الآن شفتوه، وأنا عاذركم يعني لأنه حتى بالأقسام غالبا نادر ما بتشوف سكالبس بشي الصيست، يعني هذولا بنعطوا مواعيد من العيادة بالعمليات الصغرى بلوك الأنستيزي، يعني إلا إذا ملتبل سكالبس بشي الصيست أوكي بدك تعمله بتضطر انك تدخله للمستشفى واز الكتف كيس، يعني بدخل بالقسم وثاني يوم بتنزل على العمليات. توقعاتكم ليش المالتيبل سبيشال سيست اوكي ما بنعملها زي لما تكون سينجل سبيشال سيست؟ توقعاتكم ليش ما بنعملها بالعمليات الصغرى اللي هو بلوكال انستيزيا؟ ليش بعض المرضى بنضطر نقول لهم تعالوا ادخلوا بالمستشفى ومننزلهم على العمليات ثاني يوم نعملها؟ شو توقعاتكم؟ دكتور انهم كثار يعني صعب. طيب اكثر عادي ليش صعب؟ يعني يمكن كثار باخذوا وقت اطول، بس بالنهاية ليش ما حولتهم على العيادة، عيادة العمليات الصغرى أو زي الديلي كيسز هذولا بالجراحة اليومية بسموها بالجراحة اليومية؟ ممكن يصير في بليدينج من سنجل، ممكن يكون بليدينج، ومن ملتبل ممكن يكون بليدينج، يعني شو توقعاتكم؟ وايد اذا احنا بنحكي اذا كان مالتيبل، اذا كان مالتيبل اللوت، يعني ممكن يجيك مريض يكون عنده 40 50 وحده بالسكالب اوكي اوكي، ف هيك بدك تضطر انك تحقن بنج موضعي اوكي، ات ويل بي فيري بينفول، فالاسلم انك تعملهن اندر جي مش اندر لوكال انستيزيا. يو اجري وذ مي؟ يعني ما أقول بدي أشيل 20 وحدة أغز 20 إبرة بنج، ماشي أول it will be very painful، يعني إبرة بنج إبرتين أوكي ما في مشكلة، أما 40 50 20 إبرة بنج أوكي it's very painful، فالأسلم إنك تدخله وتعمله إياها under general anesthesia. هاي وحدة من الconsideration. الconsideration الثاني إنه أنا أوكي محدود مضطر أستعمل كمية معينة من البنج الموضعي اوكي، غالبا 5 ملي جرام بير كي جي اوكي، يعني هاي الكميه المسموح لي فيها اوكي. فاذا انا المريض عنده 20 سبيشال سيست بحاجه ل 200 سي سي لوكال انستيزيا او 150 سي سي، اذا هيك حتعمل لي سايد افكتس اللوكال انستيزيا. شو السايد افكتس تاعت اللوكال انستيزيا؟ ممكن زي كان في زي المكروس في المنطقة تبع. شو بتعرفوا أنواع لوكال أنستيزيا؟ مش بروكينا ماي لايدوكينا. Don't feel disappointed. Don't feel disappointed. If you find that many questions that you can't answer, you are still at the beginning in clinical teaching. وعلى حظكم اجت مع كورونا، بس مش مشكلة يعني كل شيء بتعوض إن شاء الله. بس الفكرة don't feel disappointed if you can answer all those questions which are asked by teachers. Okay, then no need for this round. يعني okay. فهي اللوكال انستيزيا اللي كثير بنستعملهم اللي هم زي لوكاين ليدوكاين اوكي ليدوكاين اوكي، وفي عندنا اللونج اكتنج زي الماركاين اللي بيستعملوه التخدير كمان بالابيديورال انستيزيا والسبديورال والسدل بلوك، سوري بالابيديورال انستيزيا او السباينال انستيزيا او بالسدل بلوك اوكي الماركاين اوكي. فاحنا بنستعمل موست كومنلي اللي بنستعمله احنا بلوك الانستيزيا بالعمليات الصغرى اللي هم الليدوكاين 1% او 2% 1% اور 2% ليدوكاين اوكي. وزي ما حكينا انه الجرعه اتس اباوت 4 تو 5 ملي جرام بير كي جي، ات مينز ذات ذا ادلت اي كانت جيف مور ذان 50 سي سي
So if I have many lesions I have to deal with, or multiple cut wounds, for example, in the emergency, I have multiple cut wounds. If there is glass, sometimes the windscreen is broken with road traffic accidents and there are many cut wounds. Okay, so if I estimate that I need more than the dose of local anesthesia, so I have to shift to the general anesthesia. Otherwise, it will cause toxicity. The toxicity of local anesthesia is arrhythmias, cardiac, and CNS many side effects. Even convulsions, the patient might come to you shortly after receiving high dose of local anesthesia by arrhythmias and convulsions. Okay, and which is more serious? معاي شباب؟ دكتور ممكن الأريثميا is more serious؟ Yes, أكيد. أكيد يعني more dangerous. خلينا نحكي more dangerous. طبعا of course إذا كان سايق وصابته seizures برضه ممكن تعمل disaster, أو كان ماشي على درج أو طابق ثاني فجأة جاته نوبة seizure, أوكي ممكن تعمل disaster كمان. يعني إذا كان a driver, imagine يعني إنه a driver وافتر ذا ايفنت شلت له كم هذا وكان سايق الى اخره. اوكي بس اللي مور سيريس الارثيميا sometimes it might be fatal. اوكي sometimes it might be fatal. اوكي so be aware of the side effects effects of the local anesthesia agent. So that's why you know some patients with multiple lipomas, some patients with multiple lipomas, okay, we admit them to do it under general anesthesia, not local anesthesia, because sure, he will need large amounts of local anesthesia, and I can't give all the needed doses. I have just to follow the instructions. It's not more than 5 milligrams per kg per time, okay, per day, let's say. Okay, so in such cases, or for suturing multiple wounds, okay, don't do it under local anesthesia, do it under GA, okay? And it's very common to be asked about the side effects of local anesthesia. And most commonly used agent is lidocaine, 1% or 2%, okay? Okay, you know that local anesthesia, sometimes there are some forms of the local anesthesia, we added to it adrenaline, okay, to decrease bleeding. And we know that we can't put such local anesthesia at terminal ends, like the tip of the fingers, the tip of the nose, and the ear cartilage, okay, because it will cause ischemic necrosis, okay. So we have to be cautious when using local anesthesia with adrenaline. Okay, it will be fine if we use it in hemorrhoidal surgery, hemorrhoids surgery, because bleeding too much. Okay, in scalp operations, we use it. We prefer to use local anesthesia with adrenaline because it will decrease bleeding. Okay, so the field will be okay, more clean, and your mission is easier, okay, during surgery, okay? And we know that if the patient is having hypertensive, ischemic heart disease, hyperthyroidism, okay, we have to be cautious when using, any agents containing, vasoconstrictors, okay, or adrenaline, okay? It's the same as anti-cough serum. Okay, a patient with hypertension or hyperthyroidism, don't use cough serum that increases the heart rate or increases the blood pressure. In such cases, we prefer to use herbal
medications for cough, even for cough, okay, even for nasal constriction, okay. عشان نفتح الأنف نستعمل قطرات بتلاقي الضغط ولع إذا المريض عنده ضغط. أوكي أوكي شو another scalp lesions ممكن تيجينا؟ قلنا sebaceous cyst المادة اللي جوا السيست اللي هي كيراتين. أوكي فهنا لما في بعض الناس ممكن يعملها ببرايفت كلينيك ويكون الطبيب جي بي مع احترامنا لهم يعني بس هي بدها سكيلز جراحية even it is a simple procedure اللي بيصير في بعض الناس بلوكال انستيزا بيعملوها بس بيفرقوا المحتويات تحت السيست التريك بالسبيشال انك تشيل الكيس اوكي thick wall cyst يعني هي بكون لها thick wall cyst and you have to excise it مع الطلاب you have to excise it otherwise okay it will recur 100% it will recur if you don't remove the cyst which contains the keratin okay طيب شبابنا يلا ساعدوا زملائكم شو ممكن نشوف scalp lesions بالعيادة ممكن نشوف ليمف نودز يس ممكن نشوف اوكي خاصة على الاوكسيبيتال اريا ماشي اوكي بيهايند ذا اير اوكي بيهايند ذا اير ان ذا سكالب وي كان سي اوكي لارج ليمف نودز اكسلنت وات ايلس There are many lesions we can see it. مناش نحكي عن الدندرف. It is a fungal infection. Dandruff. يعني لأن هذول المرضى بيحولوهم على الجلدية. Okay, dandruff. Okay, لكن احنا بهمنا انه ليش حولوهن على عيادة الجراحة. Tumors ممكن يجيك برضه lesions يكون tumor. squamous cell carcinoma ممكن يجيك ممكن دكتور طبعا احنا البناين ليجنز لو تاخر العمليه لو تاخرت التشخيص مش مشكله البناين ليجنز لكن اذا كان عندنا squamous cell carcinoma بالسكال اوكي والطبيب الجي بي ما كانش اليرت ما حولهاش ايرليير اعتبرها انه اليرجيك سكن ليجن اوكي واعطاه شويه اويتمنتس وراحت السلف حيجيك ليت اوكي ف وي هاف تو بي فيري كوشس بالنسبه للسكالب ليجنز انها ما تكونش مالجنت اوكي واحنا بعنينا اكثر شيء اللي هو سكويمس سيل كارسينوم اوكي فنكون حذرين من سكالب ماسس انها ما تكونش سبيشيوس سيست وبدنا نرجع نعمل ريفيو شوي انه كيف الابيرنس بيكون بيختلف بين سبيشيوس سيست وبين يكون سكويمس سيل كارسينوما طبعا اذا كان واحد شعراته زي حالاتي ماشي الحال مهمه الطبيب سهله يعني سكاترد هير اوكي او انه بولد الشخص ماشي بتكون الليجن واضحه لكن تخيلوا بنت صغيره وثيك هير اوكي وصعب جدا انك تشوف الليجن وذن ثيك هير اوكي فبدنا نرجع نعمل شويه ريفيو كل واحد اكيد عنده القدره انه يرجع على الليترتشر ويقرا عن الموضوع يعمل ريفرشمنت عن الموضوع بس ضروري جدا ان نميز بيناتهم اوكي يعني حتى السبيشال سيست مش إلو بانكتم الميز إلو بانكتم أوكي ولا لا مزبوط بسموها بانكتم اللي هو مكان التسكير بمجرى الغدة أوكي مكان التسكير بمجرى الغدة بانكتم نقطة سوداء
do you think it's an easy mission انك تشوفها within thick hair بالسكالب؟ It's not an easy mission. Special system بأماكن ثانية ماشي لما تطلع عليها بدها تكون attached to the skin. يعني ميزة special system نقطة الالتقاء مع skin اللي هي البنكتم هاي النقطة السوداء اللي بتكون على الماس. أوكي؟ لكن بالسكال بتوقع صعب جدا انك تشوف بنكتم يعني it's hairy all over. ماشي الحال مش رايح تقدر تشوف وفرصة إنه يجيك واحد هيك أصلع إنه يسهل عليك المهمة مش بريكم أوكي فمن أن ننتبه للبنكتم اللي بيميز السبيشيسس إنه الماس it is attached to the skin أوكي بينما ال other lesions أوكي هيك بدنا نميز انه الماس is it attached to the skin or separated from the skin زي بال posterior posterior اللي ممكن يجيك شو كمان ممكن skin lesions تجينا غير squamous cell carcinoma بالسكالب هاي صرنا عادين كم واحدة شو كمان لايبوما ممكن يجينا ممكن دكتور بس غالبا اللايبوما بتيجي بالاوكسيبيتال اريا اوكي يعني على الجنكشن بين البوستيريور نيك والسكالب اوكي غالبا ممكن تيجينا لايبوما وممكن رير كيسز لايبوساركوم ممكن اوكي ف لايبوما ممكن انها تيجينا اوكي بس خاصه بالاوكسيبيتال اريا اوكي فاحنا بهمنا كمان باي ليجنز كم شغله شو الاشياء اللي بنركز عليها بسكن ليجنز اوكي لما يجيني بنحاول نقرب لكم المعلومه اللي هي بنبداها ب اي بي سي دي اي مين بحكي لنا شو هن الاي بي سي دي اي بالنسبه للليجن سكن ليجن شو بحكي لنا فيها انه مرات انه انا من خلال الانسبكشن انا بهمنا هسه بالمرحله هاي الهيستوري والفيزيكال اكزامينيشن مهم جدا اوكي انا لما اشوف سكالب ليجن بهمني احط ببالي اربع شغلات اوكي اللي هم اي خمس شغلات اي بي سي دي اي مين بقول لي شو الاي الاي سايمتري اوكي خلينا نقول اللي هو الاي سايمتري اوكي از ات سايمتريكال اور اي سايمتريكال اوكي زي بالنيفس بهمنا كثير اذا كان اسايمتري الليجن اوكي موستلي اني بدي اشك انه مالجنت او انه صار ات از ان بناين نيفس مثلا ولاحقا تحولت ل مالجنت اوكي فلما تكون اسايمتري اوكي بتعطينا هنت انها ممكن تكون مالجنت البي شو بتعني لنا البي البوردر يس البوردر اوكي السي شو بتعني لنا كلر نعم الكلر شور الكلر اوكي اذا بشوف نيفاس اذا كلها نفس اللون ماشي الحال اوكي اتس موستلي بيناين لكن اذا بشوف انه في بعض المناطق اغمق من الثانيه في ديفرنس بالكلر اوكي ديفرنس بالكلر ممكن انه اشك انها اما مالجنت او انها كانت بناين وتحولت لمالجنت اوكي اي بي سي دي الدي الدياميتر اوكي اذا كانت قبل 5-6 اشهر 1 سنتي هسه صارت 3 سنتي الدياميتر تبعها عماله بكبر اوكي هاي بتخليني اشك انه ممكن انها تحولت لمالجنت والاي A B C D E evolution okay مثلا خاصة بالنسبة احنا بنخاف من الميلانين سبوتس هذول او ان البناين نيفس اللي بتتحول بسبب مثلا long standing نيفس او بسبب انه تعرضها ل irritation خاصة chronic friction بالأواعي بوقت النوم بالحركة إلى آخره أوكي الإيفوليوشن تاع الليجن أوكي تطور الليجن مثلا صار ينزف أو صار في إيتشينج أوكي يعني أبناين لونج ستاندينج نيفس ماشي الحال بعد 20 سنة بلشت تنزف أوكي بدون تروما ماشي الحال
بدون سبب واضح لحالها spontaneous bleeding أو صار فيها itching ماشي معناته it might give us a hint that it changed into okay a malignant lesion. Be aware of those lesions. Okay. إذا نرجع منذكر ال asymmetry لما تصير asymmetry أو وكمان ننتبه للborder ننتبه للcolor ننتبه للديامتر تبعها وننتبه للevolution شو استجد على هذا الليجن اوكي اللي بيخلينا ان ننتبه انه we have اوكي انه to take a rapid action اوكي فبهمنا كثير 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 اوكي ان ننتبه للسكن ليجنز اوكي يمكن يجيك على العياده groin lymph adenopathy groin lymph adenopathy اوكي حتى ممكن انه ان اليرت دكتور او كذا يقول لك والله عندي هذا تاك لانه خلص اي ورم من منطقه الجروين غالبا ممكن يفكروها اوكي في داقه او انه المريض نفسه يجي على الطبيب او ست يعني فور سوشيال ريزون تقول للدكتور والله يا دكتور تحولني على المستشفى ماشي عندي في داق شكله في شغله وارمه اوكي بالجروين ماشي فيمكن الدكتور فوسور سوشيال ريزونز يعني انه اوكي يقول لك خلص هاي مهمه الجراح وبيقدر يقيم الوضع افضل يحولها اساس هيرني ممكن تكون جروين ليمف ادينوباثي اوكي ممكن تكون سببها اوكي ميلانوما ان ذا سول اوف ذا فوت ان ذا سول اوف ذا فوت يعني نوت سين باي ذا بيشنت تخيلوا قديش اهميه الكلينيكال اكزامينيشن هو جاي بحكي لك انه عندي انا groin mass وبحكي لك كوفتك بعد ما تفحصه بتحس انه لا it is an a hard okay lymph node okay it's mostly a metastatic okay caused by a metastatic disease والليجن يكون حوالي 1/2 okay melanoma بقاع القدم اللي هو المريض اصلا مش شايفه ماشي الحال او ممكن تكون تحت الاظفر سب انجوال ميلانوما اوكي المريض ممكن يفكرها انه تريفيال تروما او صابه هيك خبط رجله اصبع رجله بطرف الباب وهو اللي عامل له هاي سب انجوال يعني الميلانين الديسكلاريشن اللي بشوفها تحت الاظفر ممكن يعزيها لتروما لانه ممكن مرات بسكر الواحد على ايده الباب ولا شيء زي هيك بصير زرقاق او سواد تحت الاظفر اوكي من البليدنج فاحنا متعودين انها تكون ريليتد تو تروما اوكي فنكون حذرين من الميوكوزال او سب انجوال او الميلانوما بالسول اوف ذا فوت اوكي لانه ممكن يجيك از اميتاستاتيك جروين ليمف نود اند ذا بيشنت داز نوت وري اباوت ذا برايمري ليجن داز نوت وري اباوت ذا برايمري ليجن اوكي طيب ذكرونا شو كمان ممكن يجي بسكالب ليجنز المريض عندك على العياده ممكن كيلويدز دكتور could be yes hypertrophic or keloids yes could be after trauma ممكن وكمان ممكن بحوادث السير يجيك مريض انه بكون عنده بليدنج خاصه لما يكون الويند سكرين مكسر ومسبب لك مالتيبل كات وونز بالسكالب او بالوجه بكون هيفي بليدنج ممكن يتخيط فوق ويكون لسه في جلاس بيسز اوكي فليتر يجيك انفكتد ساتش وونز تجيك انفكتد بيكوز اوف ا فورين بودي انسايد طبعا بدك تقول لي الله اكبر ناسيين هيك قطع تراب او هيك حجر صغير وناسين قزاز بالسكالب ماشي الحال ومخيطين فوقيها ماشي الحال انت يعني لما تكون تسعف بمرضى زي بتشوف قديش الهيفي بليدنج اللي بكون جايك فيه المريض اوكي فمرات يعني انت بتكون مضطر انك تاخذ ديب سوترز عشان توقف البليدنج اوكي فيو مايت مس ا جلاس اور a piece of a small grit inside the wound. Okay? Okay. Of course, أنه لازم شغل الواحد يكون perfect أكيد يعني بس مرات في بعض الحالات
I'm a witness of a cases يعني إنه تخيط عليها because of heavy bleeding at the time of the accident. Multiple cut wounds يعني you can't إنه كل wound بدك تغسل بزيادة حتى الجرح اللي موقف النزف فيه برجع ينزف من أول وجديد لأنه flushing with saline بشيل already formed clots, small clots, فبرجع ينزف من أول وجديد. So sometimes it's not an easy mission يعني. Okay, فإذا ظل مثلاً a piece of glass, a small piece or a grit, okay, the patient might come to you with infected, okay, small sinus in the scalp. Okay, ممكن يجونا folliculitis, التهاب بويصلات الشعر ولا لا؟ ممكن يجوا ولا لا؟ أتوقع ممكن. جداً ممكن إنه يجيك folliculitis, التهاب بويصلات الشعر. اوكي شو كمان ممكن يجينا كمان ممكن يجيك مريض عياده عنده contact dermatitis من some agents that are used for hair اوكي خاصه عند الستات يعني بجوز احنا مريحين حنا ادم مريح حاله شويه عدد المستحضرات اللي بيستعملهن اكيد اقل يعني ماشي في بعضهم زي حالاتي ما فيش غير الشامبو بس يعني only الشامبو اوكي واحيانا بيكون ديليوت حتى يعني اوكي خاصه لما يكون اخر العلبه هيك يعني تزيد عليها ميه بتغش اوكي ديليوت شامبو بس اما بالنسبه للفيميل لاسباب كثيره يعني ممكن مشان زياده كثافه الشعر مشان لمعان الشعر مشان صبغات ممكن يجي بكونتاكت ديرماتايتس اوكي ويكون سيفير يعني رياكشن اوكي سيفير رياكشن اوكي ممكن يجيك تيجيك على العيادة ست بدنا نحط ببالنا إنه الأجنس اللي بنستعملها للهير بغض النظر للصبغة لأي سبب ثاني أنا ممكن تكون عاملة زي الكونتاكت ديرماتايتس. أوكي في أسئلة اللي جايت هون تمام الوضع دكتور دكتور رح يسكر الميتينج هلأ فإذا في مجال نرجع نفتحه من نفس اللينك إذا خلص حيخلص الوقت؟ ضايل أقل من دقيقة ورح يقطع فبنرجع نفتح من نفس اللينك نرجع نفتح من نفس اللينك أوكي طيب في أسئلة لقيت الآن؟ لا كله واضح دكتور أنا بفضل والله إن نرجع نقرأ عن الموضوع شوية إحنا الهدف من الراوند اللي هو برين ستورمينج يعني مش شرط ان نناقش كل الامور ان ديتيلز ماشي المفروض انه تريجر سم ثينجز اند انتوا عندكم القدره اكيد يعني ترجعوا تبحثوا وتتعمقوا بالموضوع اكثر مشان انت تكون ريدي بالعياده ماشي او بالقسم لما تشوف مرضى زي هيك وعلى فكره كومن كويستشنز يعني انا مرات باجي بحكي لي بحكي انه كيف انت طالب مش قادر بالامتحان تجاوب سؤال عن سكالب ليجنز انا مش سألك عن شغلات very rare سألك عن شغلات very common اوكي انك انت كجراح اصلا بجوز بالمناسبات بالزيارات ماشي الحال او لما تكون قاعد بين افراد الاسرة عند الفيرست ديجري يعني سواء زيارة عادية او كذا بشاوروك حيشاوروك اغلب الشغلات حيشاوروك عن الشغلات اللي زي هيك الشغلات اللي ظاهره